مرحبا، اليوم راح نحكي عن الـ Variable Frequency Drive، بالتحديد الـ VF Scalar Drives. في عنا هون Squirrel Cage Induction Motor، راح أفتح عشان نشوف الـ Parameters. Rated at 400 Volts، طبعاً Line to Line Voltage، 50 Hertz، و 4 كيلووات. هون الـ Parameters الثانية للـ Internal Resistance والـ Inductance، بس اللي بهمنا برضو هون اللي هي كم Pole of Pairs أو كم Pair of Pole. في عنا 3 pairs of poles، يعني بتطلع الـ nominal speed تاعتنا هيك 1000 rpm synchronous speed. هلا طبعا حيكون في slip، فالـ asynchronous speed حتكون مختلفة. هلا خلينا ننسى كل شيء هون قبل الموتور ونركز بس على اللي بعديه. في عنا طالع من الموتور على bus selector، في عنا بناخذ الـ rotor speed وبناخذ الـ torque. هلا بناخذ الـ torque زي ما هو، ندخله على gear box. طبعا الجير بوكس حيزيد التورك وحينزل السرعة. بعدين مندخله على اللود اللي عندنا. اللود اللي عندنا هون حاطينه هو هويست سيستم، هنحكي عنه بالفيديو الجاي، اللي بميزه طبعا من الكونستنت تورك سيستم. بناخذ الاوميجا اللي طلعت من التورك بنرجعها على الجير بوكس وبنرجعها على الموتور. فهون صار عندنا الانبوت للموتور هو السبيد والاوتبوت هو التورك. هلا عشان نبسط الموضوع، نعتبر انه على A وعلى B وعلى C في هذه اللحظة في RST او يعني 3 phase system. خلينا ننسى كل الدرايفز الموجود هون، نعتبر انه في 400 فولت line to line موجودة بين A و B و B و C و C و A، يعني 3 simple AC sources. هلا اللي بيصير انه اليوزر حيحط هون السرعة اللي بده اياها، وحنراقب الاوتبوتس هون والسكوب نشوف كيف حيتصرف السيستم. السيستم شغلينه على ديسكريت بالباور جي او اي. السامبلينج تايم 1 مايكرو سكند والتوتال سيميوليشن تايم 1 سكند. حنشغل السيستم وحنيجي هون للسكوب، حنستنى عليه شوي. اوكي شغلناه هون، عندنا ل 0.3 سكندز. طلع عندنا هون على السكوب أول شيء الكارنتس، اللاين كارنت، تحتي في التورك اللي هو التورك at the low speed shaft، يعني على اللود نفسه حوالين 1000 نيوتن مترز، وبرضه هون سرعة اللود 2 rads per second. هلا أهم نقطة نركز عليها هون إنه الكارنت لازم يكون sinusoidal، لازم الـ 3 currents زي بعض، شفت 120 درجة بين كل واحد والتاني. في عنا التورك هون، هاي settling point تاعته حوالين الألف. عشان اتأكد من مستوى الفلكشويشنز فيه حنزوم على الواي اكسس. طبعا الفلكشويشن سببها الرئيسي للdiscrete time simulation، بس still it's accepted. نزوم هون تقريبا 4% او اقل، من الألف لألف واربعين لتسعمية وثمانية. هسه هون عملنا summary للoutput. الـ MA والـ F لهم علاقة بالـ VF drives، حنحكي عنهم كمان شوي. في عنا هون الـ speed 946.8، احنا طالبين 947، يعني أول شيء نفرض أصلاً إنه مو طالبين شيء، احنا اللي هي الـ full speed تاعت الموتور الـ synchronous speed 1000 rpm، والـ asynchronous speed هي 947. يعني 947 هون corresponds to 400 فولت line to line عليه، ونفس الفريكونسي واللي هو هون صاير، احنا حاطين عليه 50 هرتز وحاطين عليه 400 فولت، فاعطانا الريتد تورك 24 نيوتن متر، او اللي هي كورسبوندز تو 1000 نيوتن متر على اللو سبيد شافت، على اللود شافت او على الموتور شافت 24 نيوتن متر. هون السبيد اللي طلبناها، وحنحكي كمان شوي عن اللود وبقيه البارتس اوف ذا سيستم.